السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود لكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات يورو تراك سيموليتر 2. اليوم معنا آخر تجربة لآخر شاحنة من الشاحنات الموجودة عندنا في اللعبة. ومثل ما أنتوا تابعتوا معانا، واللي ما تابع يرجع إلى الحلقات الماضية علشان يطلع على، إذا هو حاب يعني يطلع على ما مضى من الألعاب التجارب اللي جربناها. فكان عندنا السكانيا والفولفو وتجربة المان ثم المرسيدس، وبعدها داف أفيكو، واليوم خلاص نهاية تجربة آخر شاحنة من شاحنات اللعبة. طبعا الشاحنات التوب، ما هم الشاحنات العادية، لأن كل شركة فيها تقريبا 10 أو 12 شاحنة. فراح اليوم ندخل على آخر تجربة شاحنة من الرينولت، ونشوف إيش عندهم جماعة الرينولت من شاحنة، ونشوفها على الطريق إن شاء الله. نروح نزور الموقع حقهم. هذه شاحناتهم، عندهم 11 شاحنة. طبعا هذه الشاحنة الصغيرة، دائما احنا نطالع الانجن باور ثم ننتقل من واحدة لواحدة، ما يهمنا السعر، لان اللي يهمنا الانجن باور، القوة، لان كل ما تطورت الشاحنة راح تكون فيها مميزات افضل واحسن مع القوة. بعده الله 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 الله، خطيرة ذي، هذه خطيرة، لازم نجربها إن شاء الله يوم من الأيام في تريب. أوه جميلة ذي جدا، لكن الانجن باور 460، والله ستايل، نيو ستايل هذا. أوه خطيرة، 520، نرجع لها إن شاء الله بعدين. والله هذا تحديثات جديدة في شركة رينولت، غيرها ما حصلنا يعني الشغلات هذه والديزاينات الحلوة. هذه لون جميل مرة، وهذه التوب عندهم 520 الانجن باور. يا الله 520، حرام عليكم يا جماعة، هذه 520، ايش رايكم نجرب ذيك ولا نجرب هذه؟ يا لا لا لا، خلاص احنا راح ناخذ التوب، واللون الابيض تقريبا شكله ابيض، نعمل بورتيس خلاص علشان نستلم الشاحنه هذه ونتوكل على الله لاقرب الشركه. خلاص ايش بلاها، ايش يقول؟ سوري يو دونت هاف اني سبيس. يا الله لازم اروح اسوي ابجريد حق من واحد من الجراجات، لان ما عاد في مجال. الفرانكفورت راح نفتح نعمل له ابجريد. ابجريد خلاص سوينا له ابجريد، الان في مجال الشاحنه اللي معاي، لما اشتري الشاحنه هذه الشاحنه اللي معاي راح تنتقل مباشرة إلى فرانكفورت، نحطها هناك. خلاص يا جماعة الخير، شوف المكاتب، شوف الحركات في العرض. هذا الجراج الأخير اللي أخذناه في فرانكفورت. خلاص شكرا لكم، يعطيكم العافية على العرض. راح نزور بعدين الجراج بالشاحنة مو بالعرض. طيب نروح الآن، نرجع الى التراك ديلرز رينولت. والله ما ابغى ازور هذا، زيورخ نروح لزيورخ، قلنا نروح الى رقم 11 ونعمل لها بورتشيس. بسم الله توكلنا على الله. يلا
سيارتنا اللي معانا راح نحولها على فرانكفورت. خلاص تروح الى فرانكفورت. اوكي تمت عملية البيع واستلمنا السيارة، والان عرض على الشاحنة من برا. نشوف الشاحنة لونها ابيض، محورين، الشاحنة كعرض خارجي. الان يا صاحب العرض عطنا من الوجه. طيب نكون انتهينا من العرض، الان ندخل في الانتيرير نشوف من داخل الشاحنة من داخل. ايوه جاتنا من داخل، نشوف هذه الرينولت من داخل. والله ما لا بأس فيه، جيد. الله شوف المترس حقه كيف عريض وحلو وجميل، في فتحة في كل حاجة تقريبا، الشاحنات كلها نفس الشيء. الان نروح نسوي ادجستمنت حق السيت علشان نشوف كويس. ادجستمنت اوه مره قريب 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 قريب, قريب. هذا ادجستمنت. اوكي الان نطلع بالشاحنه وراح نشوف شغل. كويس كويس. اوكي وقف يا ابوي، وقف وقف وقف، لا تسوي لنا فضيحه برا. نشوف اقرب شركه ناخذ منهم شغل. اقرب شركه عندنا هذه، ما عندنا غير واحده ثنتين ثلاثه. نروح لاقرب شركه هذه وان شاء الله نتوفق حصل عندهم. شوف اللي وراه كيف مؤدب، الله تعجبني كذا، اعطانا مجال على طول. الشاحنة عليها طبلون حلو. هذه الشركة، هذه هي، هذه هي. نشوف ايش عندهم من شحنة جاهزة ناخذها. أيقوناتكم يا شباب، وين أيقوناتكم؟ وين مفتاح الدخول عندكم؟ أوكي نضغط. أوكي نشوف إيش اللي عندهم. هذه 2600. والله يا لا 334. ودنا ناخذ صهريج. ما ادري وش الشحنه هذه، لكن شوف الشحنات عليها علامات، يعني كل شحنه عليها علامه. هذه لها مقاصد، هذا ضد الكسر، هذا اتوقع يعني السرعه ستاندرد ديليفري، يعني توصيل عادي. 218 كان بيعطونا 6000. لا اويل 221، هذه 342. شحنا والله ماني عارف ايش هي. اوكي نقول يلا توكل على الله نستلم الشحنة ونشوف. راجع لك يا سكاينا. اوكي وين الشحنة حقتك؟ لو سمحت وينها؟ اوه هذا موجود. والله ما ادري وش اللي راح نشيل، ما احنا عارفين.
اوكي ضغطيه واربط توكل على الله. الان نطلع نشوف النافيجيتر حقنا وين يودينا. روح يمين طريق محل احد لكن يستر الله. يمين 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 اوكي ابشر ابشر راح نلف يمين. احنا في اي مدينة؟ مدينة مثل ما قلنا في بوراق. هذه بوراق بوراق. طيب ناخذ الاكزت الثاني. تك ذا اكزت سكند اكزت. طيب بسم الله لا يجينا احد يسوي لنا مشكله. ان اللعبه ذي مصممه على حقيقه مشاكل الطريق مليانه. طب لو نحقها والله حليوه مش سيء. انا سويت له ادجستمنت لكن ما زلت احس اني قريب على بسم الله. توكلنا على الله. اليوم خلاص هذا اخر شحنه. سوري هذه اخر شاحنه نجربها من شاحنات من كل شركه. وبنشوف تقييم الشاحنة هذه بالضبط وش لها. اوه يا ولد يا خطير. 93 94 السرعة. ما مرت علي شاحنة تمشي بالطريقة هذه. يعني الطريق مش نازل. طريق فلات. والسرعة فيها ما شاء الله. لا عطتنا ميزة غير يعني. لكن هل نقدر ندخلها في الهيفي كارغو اللي هي الحمولات الثقيلة؟ ما ندري نشوف بعدين. راح نشوف في حلقة مستقلة الهيفي كارغو ان لازم نركب عليها اللوبد. يا ولد يا خطير شحنة يعني فيها هدوء داخل الكابينة. ما في ضوضاء. احس انها في السرعة ما زالت يعني لا بأس فيها. والله ما ادري انا الرينو معطيها. الرينولت هذه معطيها انها هي اسوأ سيارة يعني في اللي موجود. ما ادري وقت التجارب تبان يعني امور كثيره. لاول مره يعني اشوف شاحنه كذا بالفلات توصل 92 93 94 يعني في شارع في طريق منبسط يعني ما في طلوع ولا في نزول. شوف 94 95 لا 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 رينولت هذا 96 مع 98 يا ولد يا خطير 99 عطني 100 جاب 101 يا خطير. ايش هذا؟ هذه صراحة شاحنة هي الأفضل في السرعة. الأفضل في السرعة والهدوء صراحة هدوء فيها. اوه هذول الشرطة يا خطير. انت انتبه حق حالك. يا ليل ما طولك الشرطة قدامنا. يعني ما دام الدورية قدامي خلاص لا احلم اني اسرع.
رايكم كذا اسوي تحدي للشرطه؟ خلي يعطيني مخالف، وش تبي اسوي له؟ هم معطيني سواء انا داري عنه ولا ما داري عنه. الله احتمال اسويها. يوه 94 يا ولد، الشاحنه ما هي بسهله داريها. 99 لا 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 لا، مش طبيعية الشاحنة هذه. هذه الشاحنة قاعدة تكذبني. شوف أنا وراه راح أطلع ولا أجيب له خبر. خلي خالفني خالفني ذمم خالفني ذمم. أنت يا ولد يا ورع، أنت يا سيارتك خالفني. كنت وراه ما يشوفني. ها احنا ماخذينه ماخذ، كل مرة قاعد ناخذ مخالفات الا المرة هذه حبكت اني ما اتحداهم. والله لا تعديت. انا عندي تيست حق الشاحنة هذه اللي باقي لنا 210 والجماعة يعني الطريق ما ادري وشلون صاير مدخلين طريق محلي مسار واحد. يا خطير، دي الشاحنة ما هي بسهلة يا جماعة الخير، قسم بالله. انه يعني انا احس انها الافضل في اداء السرعة. ادعس على عليك منها. اشارة خضراء. لما يصير حفريات على جانب الطريق حط لي اشارة. يعني تنظيم بصراحة حلو. الشاحنة هذه الافضل من ناحية السرعة. الهدوء هي تعتبر والله كويسة، ما هي سيئة في الهدوء. كيف الرينولت وصلت للمستوى هذا ما أدري. ما أدري خدمها الحظ في الطريق ولا وش السالفة. والله ما الطريق نفس الطريق، بعدين الطريق هذا تعرجات وطلوع، بعض الطلوع فيه نزول. ديله باقي لك 171. سلام يا رينولد. الساعة الآن تقريبا 11 صباح، راح نوصل إن شاء الله الساعة 1 بدون معوقات. راح الرحلة تخلص بسرعة. إذا في معوقات لا بالله ما راح تخلص بسرعة. ادعس جاتك نزلة، جاتك نزول. ادعس 92. والله هذه الشاحنة فيها هدوء وفيها سرعة. يمكن الشحنة خفيفة ما ندري، انا ما ادري طبعا. الشحنة ما اخذنا الديتيلز حقها. هل الشحنة خفيفة مرة؟ طيب حتى لو الشاحنة كانت فارغة ما تسرع يعني السرعة اللي شفناها اليوم. خفف ملف أو كيرف. إيش التقييم؟ أتوقع كل واحد فينا راح يقيم اللي شافوا حلقات التجارب اللي شافوها كلها راح يقدرون يحكمون على الشاحنات. ايش مميزات هذه وايش مميزات هذه؟ طبعا انا مع زيكم احكم. انا حكمت على هذه ان فيها سرعة، فيها خفة كالغزال. بعضها القوة فيها وبعضها الخفة وبعضها الفخامة والرفاهية والديكور. هذه فيها رفاهية، فيها مترس اللي هو الفراش. بصراحة السرير جدا عريض وجميل. السرعة كويسة.
الصوت، الضوضاء داخل الكابينة خفيفة. ايش هذول يا جماعة الخير؟ لا زالوا يدويين. يمكن هذه مش يدوية. لا والله كله يدوي، يا الله كلهم يدوي. ايش هذا يا جماعة الخير؟ وقف وقف روح. يعني اني خلاص لازم توقف علشان ارفع لك العمود. خلاص اعطيتك القروش، وش تبغى؟ توقع في الطبلون. هي والله جميلة، نولت جميلة. قدامنا ما يصلح الا انك توقف في الطريق وتسوي غداك ولا عشاك زي الوقت هذا، وقت غدا. هدوء هدوء داخل الكابينة. أعطيها الشاحنة هذه صراحة، أعطيها أنها ممكن الثانية بعد الشاحنات كلها بعد الإسكانية. علما بأن أول شاحنة شريتها يعني أول ما ابتديت اللعبة كانت الرينولت، لكن ما أدري كانت عادية مرة. طبلون حقها حلو. الترانزميشن اللي هو الجير 12 تعشيق فيها، هذا يخليها اكثر هداوة يعني اكثر هدوء. المحرك فيه سرعة وفيه هدوء. بقينا 71 كيلو على محطتنا اللي راح نوصل فيها الشحنة. فور السيارة عنده، ما ادري اوقف له ساعده ولا. في السرعة شوي. Caution. Please mind the speed limit. محطة دفع أو بوابة دفع. يا لي والله يا أخي ذي الشغلات كل عادي عادي. شذا الطفارة ذولا اللي ما عندهم قروش. حط آلي يا أخي. لازم توقف. وقف تعمل ادجستمنت
يلا ودع انسو ان شاء الله تمشي. يلا خذ 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 اثنين قاعدين اللي يتمشون. هي شكليا مش يعني زي الشاحنات الثانية، ما أدري والله، ما أحس كذا يعني. بقينا 3 كيلو. خلاص انتهينا من الشحنة هذه ان شاء الله. والله ان الرحلة هذه فعلا رحلة سلامات. امان يعني، ما صار لنا حوادث، ما صارت لنا مشاكل. والله مبروك الشاحنة هذه. زي شاحنة أبيكو. يا الله يا كثر الحوادث، يا كثر الصدمات. الظاهر الوكالة حقتها، الشركة حقتها مو محبين يبيعوني الشاحنة وأجربها وأطلع فضايحها لأنها نويزي مزعجة. أبيكو الكبري الاثري هذا، طريقه ما ادري شلون صاير. على طول بعد الاشاره خلاص اوكي وقفنا، لا مخالفات غير التحدي اللي تحدينا الدوريه وطلعنا عليها طايرين. والله اكبر، تلقى راعي الدوري وش التريل اللي طايره، مجنون ذا. إشارة أن عند بوابة الشركة تلقى حالي بوابتهم. We are finished. أوكي وصلنا إلى النهاية، سلم لكم الشحنة. ما أبغى أرجع ريوس ولا كذا ولا يلا ناخذ 15% نشوف وين يبغون نحطها علشانكم. وين مكان؟ والله ما أدري يعني، أحيانا لأن رحلتنا سريعة اليوم نبغى شوية ناخذ يعني مش تست، ناخذ تست على السايق. اوكي وقف، فك الحمولة، يلا اطلع. اكسلنت، خلاص انتهينا من عندهم. نقول
كونتينيوس. خلاص انا وبكذا نكون انهينا هذه الحلقة بتقييم او تجربة وتقييم شاحنة رينولت، وكانت صراحة من الشاحنات اللي اعجبتني في الاداء والسرعة والفخامة من داخل، وشكليا هي لا بأس فيها. واتمنى ان تكون يعني هذه الحلقة وفت جوانب من الجوانب، واتمنى ان الفكرة تكون معاكم يعني واضحة الان بتجربة جميع الشاحنات اللي موجودة في هذا الجيم يورو تراك سيموليتر 2. ولا تنسون اذا اعجبتكم هذه الحلقة من الضغط على زر اللايك والشير والاشتراك، وفي امان الله.